ايوه حاضر جاي اهو. ايوه سيف، سيف يا حبيبي، وحشتني يا حبيبي، وحشتني ريحة الغالية. ازيك يا خالتي؟ ازيك يا حبيبي؟ معلم جعفر العمدة، خالتي نجوى، اتقابلته في الدفنة. اه طبعا. ازيك يا معلم؟ ازيك يا حاجة نجوى؟ طب ايه يا خالتي، مش هندخل؟ لا يقطعني. معلش اتفضلوا. طبعا لما شفتك من فرحتي نسيت. اتفضل يا رب يا ساتر. خش يا سيف. والله فرحتني يا سيف. انا قلت انت هتقطع بيا بعد موت فاطمه الله يرحمها. الله يرحمها. لا يا خالتي المره دي ما تحسبش، يعني انا بعد كده بقى اجابات عندك يومين. انا النهارده المعلم جعفر هو اللي جايبني. والله المعلم جعفر يأنس ويشرف. بس خير؟ خير يا ست نجوى. كنت جاي اسالك على واحد من عيلتكم اسمه بلال شامل. بلال ايه يا اخويا؟ بلال شامل. بلال شامة يا خالتي، ده واحد كده انا كنت شفته مره واحده بس في حياتي، بس ماما الله يرحمها كانت قالت لي ان هو قريبنا من بعيد. هو والمعلم جعفر كان عندهم مشكله مع بعض كده، ومعلم المره اللي شافوا فيها طلع يجري وراه، الراجل خبطته عربيه ومات. لا حول ولا قوه الا بالله. بس صراحه انا ما اعرفوش. يا خالتي ركزي معانا والنبي. بصي بصراحه كده، هو الراجل ده كان واخد من معلم جعفر فلوس. لا يا سيف استنى. أنا ابني تايه مني بقاله 19 سنة يا ست نجوى. بلال شامة الوحيد اللي ممكن يدلنا على ابني. أنا لو ساعدتيني إن أعرف قصته هتكسبي فيها ثواب كبير أوي. صدقني أنا معرفش مين ده، ولو أعرف أكيد مش هخبي. أنت قلت لي اسمه بلال إيه؟ بلال شامة. لا أنا عمري ما سمعت الاسم ده. السلام عليكم. السلام يا خالتي، اشوفك على خير. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خير؟ مالك يا نجوى؟ سيف لسه نازل هو وجعفر من هنا. من هنا في ايه؟ من بيتنا يا مؤنس. جعفر سألني عن بلال شامة وكدبت عليه وقلت ان انا معرفوش، وقال لي كمان ان بلال مات، وسبته ينزل هو وسيف وما قلت لهمش حاجة زي ما انت قلت لي. طب متضايقة ليه؟ ما انت اتصرفتي صح. لا يا مؤنس لا، انا ما اتصرفتش صح، انا اتصرفت غلط. انا حسيت ان انا ست ظالمه. الراجل كان صعبان عليا قوي، وهو قلبه متشحتف على ابنه ونفسه يعرف مكانه. وسيف كمان صعب عليا، وانا عارفه وشايفه ان ابوه قاعد قدامه وانا ما قلتلوش. نجوى احنا قفلنا الموضوع ده وربنا يسامحنا. احنا ما عملناش كده عشان احنا ظلمة، لا، لاننا مش قد المشاكل. احنا في حالنا، واي مشكلة مش بتاعتنا ملناش دعوة بيها. طيب طب معلش عشان خاطري هقول لك على حاجة. نجوى الموضوع ده اتقفل خلاص وما يتفتحش تاني. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.